اوبا، هالو جايز، مساء الخير وحياكم الله بالحلقة رقم 13. نعم، باقي لنا حلقة واحدة وبعدين آخر شيء عندنا حلقة العقاب الأعظم. اختلفنا عن الموسم الأول والموسم الثاني، تلقى روابطهم دائما تحت في الوصف. قلنا شوية نغير. ما أدري هالمرة التصويت كله بإيدكم قاعد يكون، فما ندري من راح يكون فايز، راح يبين معنا بالحلقة الأخيرة. ما راح أقدر أكمل الموسم إلا مع شريكي اليوم. خليه يوقف هني، تصدقون شريكي في الجريمة اللي هو 3-2-1 محسن فواوي. ويلكم. ليش علقتني؟ أوكي، ويلكم ويلكم. سويتها صح؟ لا طبعا، كالعادة تحطه في المغلوب. محسن ما شاء الله وصلنا الحلقة رقم كم؟ 13، وانت ما زلت ما تعرف تركب الميكروفون. تفضل ساعدناك. شكرا. شونك؟ شخبارك؟ من زمان ما شفناك. ليش نبدل أماكن؟ من زمان ما شفناك محسن فواوي. حلقة طافة صورناها بس اليوم. اي ادري، بس ان الناس يعني يتوه. اي صح، هاي ترخيم. تبي تسوي حركات شي؟ بلش. اوكي، نو بروبلم. شنو؟ عموما يا جماعة، طبعا التصويت اكيد حق هالحلقات قاعد يكون وين؟ في المنتدى. ما احتاج احد يكمل كلامي. انا مستعد اليوم، باقي لنا ستايلين ضمن العجلة وداش حامي الصراحة، واكيد الفوز ان شاء الله يكون لي انا الخبير في مظاهر الجمال احسن من غيري، عرفتوا؟ فتفضل، عندك كلمة تبي تقولها حق الناس؟ تفضل تفضل. ما عندك شيء؟ عمو يا جماعة شوفوا شروط هذا الموسم، خنبلش. هناك هناك. فكرة شروط هالموسم، محمد ومحسن راح يكون لهم مهمة واحدة، ألا وهي أن يلبسون ممدوح لبس كامل من غرفة محمد خلال 3 دقائق بس، وبعدها نوصل لمرحلة التوتر. كل شخص لك روت يقدر يستخدمها ومميزات. أول كرت اللي هو كرت البواق، تقدر تستخدمه 3 مرات فقط، تسرق وتبوق قطعة من خصمك. الكرت الثاني اللي هو كرت الجوكر، تقدر تستخدمه مرة واحدة فقط، أنك تعدل على اللبس كامل. الكرت الثالث اللي هو كرت الاستبدال، تقدر تستخدمه مرة واحدة فقط، أنك تبدل لبسك مع لبس خصمك بالكامل. والكرت الأخير اللي هو كرت البلوك، يقدر يستخدمه الشخص علشان يمنع خصمه من أي أكشن يبي يعطي لمرة واحدة فقط. وبعدها نوصل لمرحلة الحكم. الحكم راح يقيم اللبس برأيه الخاص فقط، يساعدكم. وبعدها بعد ما تنتهي الحلقة راح ينزل تصويت في منتدى قناة محمد دييغو بعد الحلقة على طول. لكم التصويت، وراح يمسع التصويت قبل عرض الحلقة اللي بعدها بنص ساعة. خلونا نبلش. أو ساكي ساكي، لو سمحت هناك تعودنا أن هذه أماكننا. راح أطيح. محسن بروح ظهري يعورني. ما زلت. أوه أنا آسف، شيلني. ثقيل. مو من صدقك، مو من صدقك. أساس أوري الناس لعانتك في علشان كيف الطقاق. أما يا جماعة، مرحلة العجلة أكيد راح يكون عندنا، لو سمحت لا تلمسني لا تلمسني لا تلمسني لا تلمسني لا تلمس. مرحلة العجلة طبعا أكيد إنه دام التليفون عندي أنا اللي راح أنا، لا أنا أحب أكون منصف. فباقي لنا بس ستايلين اللي هو الستايل ابيض واسود والوان خرايحي. يلا حاب حجره ورقه مقص بهالشكل سريع. اوكي سويت. يلا سويت. 3 حجره ورقه مقص. انا راح اضيفها اوقف هناك. يلا برا. يلا 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 عصف مره ثانيه. روح هناك تعالي. اوقف هناك. 3 لحظه سويت انا. بس قاعد تسوي حركات، قاعد تقطني من الانترو من الانترو قاعد تسوي حركات. انا اعلمك يا محسن يا فواوي. حلقتنا اليوم ان شاء الله بدون ما اسوي حركات ومفاجآت، حلقتنا اليوم ابيض واسود. جاهز تسوي ابيض واسود مثل ماضيك الابيض الاسود؟ اكيد ماضي كله ناصع البياض. يا سواد الليل يا اسود. يلا 3-2-1. يلا 3-2-1. يلا اكشن. يلا يلا حجره ورقه مقص. انت راح تبلش.
يلا. خلاص انا بغيت نسير ستايلس لو سمحت لا تقاطعني مره ثانيه. اوكي جايز طبعا خلصنا ستايلاتنا. نعم شنو؟ ما اكمل معك كذي. تفضل تفضل. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. ليش وقف بالممر ناطر اقول تعال؟ ها اوكي جايز طبعا نسقنا اللبس وهو ما تعب نفسه خذ سوت الجاكيت نفسه مال البنطلون ودخل ذهبي بفضي. شلون متى ذهبي بفضي؟ شكو ذهبي بفضي؟ ليش ليتي وسمحت شكو ذهبي بفضي؟ مو تركت التصوير مو اخليك في التصوير الحين انت وين ذهبي بفضي؟ انت نظاره ذهبي وهني فضي وهني فضي على ابيض شنو وما اخذي الجاكيت نفس البنطلون ما بدعت في اللبس ما ركبت تركيبه صح. خاف غير ابداع حقك. اكيد ابداع حقي. شوفوا ابداعي. جايز وصلنا الى مرحلة التوتر طبعا ما قد استخدم شيء. ليش اقدر استخدم جوكر؟ اوكي استخدم جوكر. كيفي ما بستخدمه ما بي بشوف انت شو تسوي. ما عندي شيء بسوي. انت عاجب جوكر. انا عاجبني ستايلي. اي بس انا هذا ستايلي وهذا ستايلك. انا ستايلي تعبت فيه لقيت اغراض انت رحت وين الجاكيت وين البنطلون اللي نفسه يلا لوزة ذهبي فدي ابيض شو السالفة. انا عاجبني. انا الصراحة حلو لبسك بس مو متعوب عليه. ما له شغل بالتعوب. ما له شغل بالتعوب علي. عليك بالنظام. طلع شيء مرتب هذا مطلوب. وماخذ الشوز اللي انا مستخدمه الحلقات الطالعة. عاد والله ما ركزت. خاص يعني خاص كبتك شو اسوي؟ اكيد. خليني استخدم كبتي انا. اكيد. تبي نروح نسوي كبتك؟ اي. قول والله العظيم. حلقة الخيبة؟ ها؟ الحلقة 14؟ لا ما في شيء ها؟ لا خلاص تبي كذي؟ ما راح استخدم ولا كرت. ادري ما قد استخدم بتخش كرت. الجوكر يعني حق المتى؟ ما ادري باقي حلقه واحده يمكن حلقه الاخيره الوان وفرايحي. اي لان بشوف شنو سويته يمكن ما يعجبني انا مو مشكله يمكن ما استخدم يمكن ابدع. ما اوصيك ترى وايد عندي جاكيت نفسه مال البنطلون لا تتعبها بس هي اخذ هي حط ماني وعد عليك. شوفوا حكم لان ما عندي بد اليوم حكم حلقة اليوم. حكم حلقة اليوم. شوف راسك شلون ثابتني لابد. يلا يلا صح. بروح إيه هناك. اوكي. اتحرك معاه. شوي شوي تطيع. فوق. تطيع. تحت. تطيع. حلو. حكم.
مساكم الله بالخير ومبارك عليكم. ما تبقى من شهر، معاكم دانا المساعد. اليوم راح اكون الحكم في الحلقه 13 من تحديات طاطا بطاطا. اول شيء طبعا ابي ادز لكم تحياتي من الامارات للكويت حق حمود ومحيسن. طبعا انا شفت اللوكين ملوت الحلقه، هما اللوكين بالابيض وبالاسود. للامانه عشان ما اكون ظلمت احد، اللوكين انا وايد عاجبيني، لكن انا شخصيا احب اللبس اللي هو يكون كاجوال وبنفس الوقت رسمي، يعني ينفع حق الشيئين. فبالنسبة لي أنا هذا اللوك اللي قاعدين تشوفونه الحين، ما أعرف إذا قاعد يبين معاكم لأن أنا في سيارة، شوي حسيت البنطلون مو راكب على اللبس، أو مو براكب حق أنه يكون كاجوال أكثر. والريش بعد مخرب بشكل جاكيت، يعني لو نغير البنطلون ونغير الريش احسن افضل. اوكي روح حق اللوك الثاني اللي هو جاكيت اسود ومخطط بابيض، نفس الشيء البنطلون وايد حلو، انا احب هالستايل خصوصا انه تحت التوب الابيض فمعطينا شكل وايد حلو وراقي يعني. بس عندي تعليق واحد على الشوز، ما حسيتها مو راكب، لكن anyway راح اختار اللوك هذا، حسيته انسب واحلى من رأيي الشخصي أنا. الحين رح ننطر تصويتكم أنت ورح تحكمون منو الأحلى بالنسبة لكم. ليش بدلي خبدها أماكن؟ ليش ما تبي هني؟ لا ليش؟ ما أدري. أنا قلت عشان أراضيك يعني. تراضيني؟ إيه ببعضك. شنو تراضيني؟ لا أبدك مكانك. لا أنت رفعت ضغطي. إيه أراضيك. أطلب حشي سويت. تفضل تفضل مكانك. تفضل تفضل. طبعا ما يفصلنا عن الحلقة الأخيرة إلا حلقة واحدة اللي هي حلقة باكر، ضيف وحكم أنتوا منتظرينه، أو يمكن الناس راح ينصدمون من الضيف. مو صدق أنا نسيت أسم منه. ترقبوا ضيف حلقة باكر راح يكون معنا الحلقة اللي بعدها، يعني هذا اللي خليك دقيق نفسي. أكيد 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 أكيد. وخليك دقيق مثل مواعيد. تبي أبدأ نفس مرة ثانية؟ لا خلاص. خليك دقيق مثل مواعيد الضيفة الجديدة الجاية. ليش قلت ضيفة؟ ليش تكذب على الضيف؟ تكذب ضيف. أي ضيف؟ ليش قلت ضيفة؟ أنثت الحكم. الحلقة الجاية؟ إيه. بأنثها. عزيز وش؟ ترقب. كان معكم محمد ييغو او محسن فواوي. ماتش لاف اند ريسبكت ريسبكت. واو هذه بوسه لكل شخص يحب اللون الابيض والاسود. شو باباي 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 باباي. او تبي تطلب التصويت تلقونا نازل في المنتدى. يس روحوا صوتوا حق اللبس اللي متعوب عليه. ما له شغل اللبس اللي متعوب عليه، ما لكم شغل باللبس اللي شكله. شوفوا التعب اللي واحد تعب على لبسه، خذ جاكيت وبنطلون تركبهم على بعض. شكرا بالحلقه اللي ممكن اتكلم. ماكو ما راح اتكلم. والله ري بحسن للحين ما راح يعورني. انت لو انت مو مخذوذ انت ما سويت هالحركه. لو مو مخذوذ انت ما تعبت. انت ما تعبت. ما له شغل الناس عليهم ذوقهم. انت ما تعبت. انت ما لا تكذب والله يا كذاب. ايدي ايدي لأن الكذاب ما تعب. وغشكم ما تعب لأن الكذاب ما شفت 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 ما له شغل حمود. شفت خبرني كهان.